تعلمنا من واحنا صغار بان من علمني حرفا صرت له عبدا، اي بالاحترام والتقدير. ونتعلم دائما من الشيخ محمد الله يحفظه وشيوخنا، وهذا درس من الشيخ محمد باحترام وتقدير المعلم. يقول احد المعلمين الافاضل: رحت البنك ولما طلع رقمي طلعت على الصندوق فشفت الموظف الموجود واحد من الطلبه اللي درستهم لسنوات طويله، فيقول من الفخر والحماس والسعاده: قلت له فلان ايش حالك؟ رد عليه بكل برود: الحمد لله بخير. فقال يمكن ما عرفني، قال فلان عرفتني، قال عرفتك انت فلان. يقول حتى ما قال لي استاذ فلان. المعلم يقول حسيت بألم في صدري وانصدمت من الرد، خلصت المعاملة ومشيت مكسور الخاطر. التصرف هذا لا من ديننا ولا من أخلاقنا ولا من قيمنا ولا من تربيتنا. يقول قم للمعلم وفه التبجيلة، كاد المعلم أن يكون رسولا. ونتعلم من شيوخنا كيف نتعامل مع الناس.